مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت، البرنامج اليومي اللي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. أمسي عليكم ومسي على زميلي أحمد. مساء الخير أحمد. مساء الورد والياسمين عليك علاء، وكذلك على السادة المشاهدين والمتابعين الأعزاء، حياكم الله معنا في حلقة جديدة متنوعة من برنامج مساء الخير يا كويت. اليوم مشاهدينا راح يكون عندنا لقاء مع الفلكي خالد عبد الله الجمعان مدير متحف الفضاء بمركز عبد الله السالم الثقافي، راح يحدثنا عن أنشطة المركز والبرامج التعليمية. وللحديث أكثر عن فريق إكسبو 965 وحصوله على جائزة المنتجات الحرفية المتميزة، سوف يكون لدينا اتصال مع الدكتور علي النجادة المتحدث الرسمي للفريق، هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والتقارير. طيب أحمد، وبشنو راح نبتدي حلقتنا اليوم؟ طبعا اليوم في إطار الجهود الكبيرة والنشاط الواضح الذي يقوم به في خدمة المجتمع، احتفل بنك الدم المركزي بافتتاح وحدة التبرع بالدم بمستشفى الفروانية، ويأتي هذا التدشين في إطار خطة موسعة للبنك في جمع الكثير من الفصائل التي تحتاجها المستشفيات والمراكز المختلفة. المزيد في سياق التقرير التالي. دماؤكم تنقذ حياتهم، تحت هذا الشعار الإنساني يواصل بنك الدم المركزي عطاءه غير المحدود لتنظيم حملات التبرع بالدم ومد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين في المستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من أكياس الدم، ودعم جهود وزارة الصحة في توفير الدم الكافي لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية الطارئة. ويعبر هذا التعاون البناء بين بنك الدم المركزي والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة دليلاً على قيمة حب البذل والعطاء والاستجابة لنداء الواجب الإنساني. إدارة خدمات نقل الدم وبالتعاون مع منطقة الفروانية الصحية دشنت فرعاً للتبرع بمستشفى الفروانية ضمن خطتها لزيادة المخزون الاستراتيجي العام، والذي عكس مدى عمق الإحساس بالمسؤولية لدى أبناء دولة الكويت، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على البنك الرئيسي للدم وتوفير الوقت والعناء للمراجعين والمتبرعين. وساهم افتتاح هذا الفرع لبنك الدم المركزي لتعزيز وعي المراجعين حول ثقافة التبرع بالدم والفوائد الناتجة عنه لكل من المتبرع والمتبرع له. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام، ويسرنا أن نلتقي مع الفلكي خالد عبد الله الجمعان مدير متحف الفضاء بمركز عبد الله السالم الثقافي، وراح يكون الحديث عن أنشطة المركز خلال هذه الفترة. مساك الله بالخير، حياك الله معنا. مساكم الله بالنور، يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ خالد، سعداء بالتواصل وإياك. في البداية يعني يا ريت لو نتكلم عن جانب مهم جدا، تعطينا نبذة تعريفية عن مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي وأقسام هذا الصرح الثقافي العلمي. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة هذه وعلى تسليط الضوء على مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي اللي يعتبر أكبر ساحة عرض في العالم. نعم. مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي هو مركز ثقافي علمي، نتبنى سياسة الثقافة العلمية ونشر وتعزيز الثقافة العلمية في الأوساط وفي المجتمع، طبعا على مختلف الأوساط، الأوساط طبعا نتكلم عن الصغار أو الأوساط العلمية، وأيضا على أوساط الهواة أو محبين العلوم والثقافة. مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي عبارة عن عدة مراكز. عندنا مركز أو متحف التاريخ الطبيعي، وعبارة عن مبنيين، وأيضا عندنا مبنيين للعلوم والتكنولوجيا اللي هو متحف العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى متحف الفضاء، بالإضافة إلى قسم خاص للفنون والعلوم العربية والإسلامية، بالإضافة إلى المسارح الداخلية والخارجية. مركز ضخم جدا، لذلك وصف هذا المركز بأنه أكبر تجمع وأكبر ساحة عرض في العالم. ما شاء الله. وهذا المركز طبعا فريد من نوعه، افتتح مؤخرا، ما نبي نقول مؤخرا لكن خلال السنوات القليلة الماضية، وحققنا إنجازات كثيرة خلال الفترة اللي تعتبر بسيطة بالنسبة لعمر هذه المراكز الثقافية على مستوى العالم. ما شاء الله. نعم. عليكم. طيب أستاذ خالد، نبي تسولف لنا عن البرامج التعليمية اللي يقدمها المركز، اللي قدمها والذي يقدمها الآن. البرامج عقب جائحة كورونا أصبحت تصنف الحين تصنيفين. نعم. ما قبل الجائحة وأثناء الجائحة.
وبعد الجائحة بإذن الله سنستمر طبعا، وراح نتواصل في تواصلنا مع المجتمع مثل ما كنا عليه في السابق. قبل الجائحة، قبل جائحة كورونا، كان تواصلنا المباشر مع الجمهور، فكان عندنا أنشطة تعتمد على التواصل المباشر، دورات، ورش، مختبرات، رصد حي واقعية. نعم مثل ما قاعدين نشوف واقعية. نعم. نعم، بالإضافة إلى الساحات الخارجية اللي تعتبر مميزة وصممت على أحدث الطراز الهندسي والعالمي، ساحات جدا جميلة نقضي فيها أوقات جدا جميلة، سواء أوقات علمية أو حتى أوقات للتنزه على مستوى الأسرة. طبعا سياسة المركز أنها تجذب الأسرة كاملة، بحيث أن يقضون جميع أفراد الأسرة وقت ممتع لكن مختلف، مختلف من حيث المادة اللي يتلقاها الزائر، مادة علمية ثقافية. قبل الجائحة كان تواصلنا مع الجمهور مباشرة، أثناء الجائحة ما انقطع هذا التواصل، استمرينا لكن بصورة مختلفة، عن طريق التواصل عن بعد، عن طريق البرامج في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا عن طريق الانترنت اللي هي برامج الزوم وغيره وغيره. فكان تواصلنا مستمر ما انقطعنا، وبإذن الله راح نرجع مرة ثانية بعد ما تنتهي هذه الجائحة برامج جديدة ومفاجآت أكثر لجمهورنا، نحبب الناس في الثقافة والعلوم ونزيد وعيهم إن شاء الله يا رب. وانت تتكلم أستاذ خالد، أنا مستمتع لأن أستشعر حجم السعادة وانت تتذكر الفعاليات والأنشطة اللي كنتوا تسوونها. ما يمنع لو تكلمنا عن أبرز الفعاليات والأنشطة اللي كنتوا تقدمونها، أو حتى لنا وين تقدمونها الفترة المقبلة؟ ما أقدر أقول لك أبرز، لأن الأنشطة مختلفة وجميلة ومختلفة ومتنوعة في تخصصاتها، لكن أنا بعطيك أجملها. نعم. أو بعطيك الشغلات البارزة في كل متحف. نعم. يعني على سبيل المثال متحف العلوم والطبيعة، متحف التاريخ الطبيعي، في أنشطة مختلفة، عندنا ورش للمختبرات، عندنا أيضا محاضرات. احنا قاعد نتكلم عن أنشطة تشمل جميع المراحل العمرية. نعم. فعندنا ورش للأطفال لمختلف الشرائح العمرية، عندنا محاضرات للفئة الأكبر، وعندنا محاضرات أكثر تخصص، ونفس الشيء كذلك أيضا في متحف العلوم والتكنولوجيا، وما ننسى أيضا متحف العلوم العربية والإسلامية الفنون. نعم. هناك طبعا برنامج خاص للفنان المقيم، بالمناسبة هو راح يكون بتاريخ 16 يتعرفون الزوار، أو 16-12 نعم. 16 راح يكون هناك تواصل بيننا وبين محبين الفنون مباشرة، عن طريق طبعا البرامج مو مباشرة فيس تو فيس، لكن تواصل معهم. إيه نعم، تواصل مع الفنان المقيم، الفنانين موجودين عندنا، موجودين في المركز وعندهم استديوهاتهم، ممكنك التواصل معهم وتعرف فنونهم وتعرف آخر ما وصلها جانب الثقافة والفنون، وأنا قاعد أتكلم عن الفنون اللي هي الحية. أيضا عندنا الاحتفالية في يوم اللغة العربية، عندنا متحف العلوم العربية والإسلامية بتاريخ 18، عندنا أيضا فعالية لليوم العالمي للغة العربية، وهذا يوم جدا مهم بالنسبة لنا، لأن هدفنا أن ننشر جميع أنواع الثقافة والفنون. عندنا برامج الفلك والفضاء، برنامج المشروع أو الفلك الصغير، مشروع الفلك الصغير، هدفنا أن نستقطب الصغار، بعد ذلك نعطيهم جرعة أكبر، بعدها أكثر تخصص، بعدين برامج الكبار. عندنا تعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، طبعا هني برامج الأكثر تخصص، وإحنا قاعد نشوف الحين ويانا الزيارات المدرسية، على فكرة الزيارات المدرسية ما انقطعت، لا تزال مستمرة ويانا، مستمرة لكن عن بعد. عن بعد. أي نعم، الزيارات المدرسية، عندنا برنامج للزيارات المدرسية، الزيارات الافتراضية، تقدر تأخذ جولة وأنت موجود بمكانك، شوف كل شيء بالضبط، ونفس المعلومات العلمية اللي تتماشى مع مناهج وزارة التربية. نعم. طيب أستاذ خالد، ذكرت في مجمل كلامك قبل شوي عن تعاون مع مركز الأبحاث، عندكم شراكات مختلفة مع جهات أخرى، كلمنا عنها. نعم، عندنا شراكات كثيرة. في جزئية بعد ودي أذكرها. نعم. إحنا مو بس الشرائح، بعد أنا نسيت برنامج سند، عندنا برنامج سند لكبار السن، في برامج متنوعة ومختلفة. الشراكات كانت مع العديد من الجهات، سواء الجهات الحكومية أو جهات حتى النفع عام، ولا نزال فاتحين الباب لأي أحد أو يحب يمد إيده ويتعاون معنا. إحنا جهة نعتبر أيضا داعمة من الجهة المعنوية، يعني ندعم أي شخص عنده فكرة علمية. عندنا معهد الكويت الأبحاث العلمية، عندنا أيضا وزارة التربية تعاوننا وياها، عندنا أيضا
وايد جهات، يعني حتى السفارات، حتى المعارض الثقافية. نعم. تعاوننا مع جهات مختلفة، لكن أهم شروط التعاون عندنا أنها تتماشى مع رؤية المركز، وأيضا تتماشى مع المجالات المتخصصة اللي موجودة في المركز. طيب، يعني ممكن ننتقل لمحور مهم أستاذ خالد، وأنت يعني في صلب هذا الموضوع قاعد تتكلم عن الأنشطة والفعاليات والشراكات والتواصل والطلاب والزيارات الافتراضية. نعم. تعويضا عن الزيارات الميدانية في ظل جائحة كورونا، يعني البعض وضع له سياسة مختلفة للتعامل معها وحتى لا يفقد القيمة اللي انطلق بسببها، وانتم اليوم تنطلقون من قيمة أدبية علمية ثقافية وترفيهية في ظل جائحة كورونا، شلون تعاملتوا معها حتى تحافظون على ذات هذه القيمة؟ جائحة كورونا أثرت على الجميع. نعم. خاصة النشأ، صغار بالسن عندهم طاقة، عندهم حيوية، عندهم نشاط. سعى المركز من بداية الجائحة أن شلون يخفف العبء هذا عن الأسرة، لذلك خلقنا مجموعة من البرامج بجميع التخصصات، اللي يحب التكنولوجيا، اللي يحب التاريخ الطبيعي، اللي يحب الفلك والفضاء، ورش نعلمهم شلون يتفاعلون معنا، ليست ورش ومحاضرات عادية، إنما ورش تفاعلية. نعم. بحيث أنه ممكن يسوون تجربة علمية عن طريق الزوم طبعا، بالتواصل عن بعد مع المرشد التابع للمتحف المتخصص. نعم. فكانت ورشنا تفاعلية، وهذا نوع مختلف ونمط جديد من بداية الجائحة. سعينا أن نجذب الأطفال في فترات معينة وأوقات معينة يكونوا موجودين معنا، ونعلمهم هذه التجارب اللي طبعا تكون آمنة، تجارب آمنة بحيث أن يقدرون يسوونها بالبيت. ولقينا طبعا صدى كبير، ولقينا تجاوب لدرجة أن التسجيل عندنا أصبح يعني مزدحم، وأصبح يعني مكتمل. أي نعم، أي نعم بالضبط. طيب أستاذ خالد، من مركزك وتواجدك في هذا المركز واحتكاكك بالناس، ومن الكلام اللي دار بيني وبينك قبل أن نطلع على الهواء، تعتقد شنو أهمية الاهتمام بالثقافة العلمية، خاصة اللي موجهة للأجيال الصغيرة؟ الدولة ما قصرت. نعم. رعت ودعمت وأنشأت مراكز ثقافية علمية كثيرة، أحدها مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي. نعم. احنا عندنا رسالة وعندنا هدف، عندنا هدف ان احنا نرفع مستوى الثقافة العلمية، ونكون متماشين مع آخر ما وصلت له الثقافة والعلوم على مستوى العالم. نعم. هدفنا الأجيال الجديدة، هدفنا ان ننشئ جيل واعي ومثقف ومدرك للحقائق العلمية. نعم. فعندنا هدف للوصول إلى هذه الأجيال بمختلف السبل. إحنا نجتمع عشان نبحث شلون نوصل لكل بيت، شلون نوصل لكل طفل، شلون نوصل لكل فئة عمرية، شلون نقدم لهم الجديد والمختلف وعلى أحدث طريقة. طبعا هذا الأمر هو هدفنا الأساسي. بالنهاية إحنا نسعى إلى رفع مستوى الثقافة والعلوم بجميع التخصصات على مستوى الكويت، وهدفنا أن نضع الكويت في مصاف الدول طبعا المتقدمة في هذه المجالات إن شاء الله يا رب. في قادم الأيام أكيد هناك خطط لديكم لمواكبة اللي قاعد تفضل فيه، ولمحافظة الكويت على هذا المركز، وللهدف الأساسي اللي انطلقتم منه، وهو الحفاظ على الجانب العلمي الترفيهي، الجانب الثقافي. شنو عندكم الأيام الجاية؟ الكثير، خلنا نسمع. عندنا أنشطة كثيرة وعندنا فعاليات كثيرة. تقدرون في البداية، قبل لا أدخل في الفعاليات هذه وأتكلم عنها، تقدرون تتابعون فعالياتنا بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. عندنا موقع جدا نشط، تقدرون تشوفون الفعاليات ووقتها. عندنا القادم، عندنا مفاجآت كثيرة، احنا قاعد نجهز حتى للأعياد الوطنية. نعم. برامج مختلفة إن شاء الله بإذن الله، متى ما تحولت أو تحسنت الحالة الصحية أكثر واشتراطات الصحة قلت، وبإذن الله ننتقل إلى مرحلة جديدة راح يكون تواصلنا أيضا مختلف. لكن احنا حاليا نعد العدة لبرامج وأنشطة على مستوى يعني نقدر نقول متنوع وأيضا عالي المستوى لجميع الشرائح العملية. راح نحتفل بإذن الله بطريقتنا الخاصة اللي تتماشى مع الجائحة والاشتراطات الصحية بالأعياد الوطنية. فعندنا برامج وفعاليات للمستقبل خلال الأشهر الثلاثة القادمة مختلفة بجميع التخصصات. نعم إن شاء الله. والله شوقتنا، ترى أنا شخصيا تشوقت حق القادم. طيب شنو عندنا كلمة أخيرة توجهها؟ الثقافة جميلة. نعم. والعلم أيضا جميل، نقضي أوقات فراغنا فيها أمر جدا مهم. طبعا عندنا مركز
جدا جميل، مركز عشان نحاول بس نتعرف عليه نحتاج لعدة أيام. عندنا مجموعة أو آلاف آلاف من المعروضات موجودة في كل متحف. مركز الشيخ عبدالله السالم ما راح يكفيك زيارة واحدة أو زيارتين أو ثلاثة عشان تتمعن في كل شيء. أنا قاعد أتكلم لو أخذ كل معروض منك دقيقة، أنت تحتاج إلى أكثر من 13,000 دقيقة مثلاً أو أكثر من ذلك. هذا لو بتأخذ دقيقة ما راح نحسب المسافة والوقت اللي تمشي بينهم، فتحتاج إلى أيام على الأقل متوسط، إذا تحتاج 3 إلى 4 أيام عشان تشوف كل المحتوى العلمي اللي موجود. زيارة المراكز الثقافية والتركيز عليها من قبل الأسرة بحيث أن نجذب النشء، هذا أمر جدا مهم. هي رسالة للجميع للاستفادة من المرافق اللي انشأتها الدولة، رسالة للجميع للاستفادة من البرامج اللي موجودة، وبالمناسبة هي مجانية. نعم مجانا، فتقدرون تستفيدون منها. بالإضافة أن المركز حاليا مفتوح، لكن المساحات الخارجية فقط، المتاحف مغلقة لكن المساحات الخارجية موجودة ومفتوحة، يمكن الزوار التعرف عليها ويقدرون يتمشون فيها، يستمتعون بالحدائق اللي مصممة على أحدث طراز. وأيضا عندنا معروضات خارجية، عندنا هيكل ديناصور ممكن تشوفونه من شارع الخليج، موقع جدا جميل. عندنا المعروضات الخارجية ممكن أيضا نستمتع فيها. الثقافة جدا جميلة وإحنا قاعد نقدمها بطريقة مختلفة. يعطيك العافية، كل الشكر والتقدير لك على التواصل والتواجد معنا في برنامج مساء الخير الكويت، وعلى هالمعلومات القيمة والجانب المشرق اللي قاعد تتكلم عنه، اللي إن شاء الله يا رب يصل للسادة المشاهدين. كل الشكر والتقدير لك. إذن السادة المشاهدين والمتابعين الأعزاء، كان معنا ضيفنا العزيز الفلكي خالد الجمعان مدير متحف الفضاء بمركز عبدالله السالم الثقافي. شكرا لك على مشاركتك معنا ببرنامج مساء الخير الكويت. راح نروح فاصل صغير، نرجع نتواصل معكم من جديد. مشاهدينا، من منا لا يحب الطيور؟ وقالوا قديما الطيور على أشكالها تقع، ونحن نتابع تربية الطيور لدى البعض كهواية رائعة تستحق المتابعة وتستحق العناء في فهم خصال تلك الطيور وكيفية التعامل معها على مختلف الأشكال والأنواع تلك الطيور. المزيد حول تربية الطيور النادرة في سياق التقرير التالي. أنشأنا المحمية بداية، أنشأنا الزراعة، وأنشأنا فيها الطيور النوادر، فيها البرمائية، وفيها الطيور النوادر مالت الغابات، مال الغابات، ومنها البيئة. وأهم شيء عندك الزراعة هي الأساس. سبحان الله، إذا أسست الأساس صحيح تبدأ الإنتاج الحمد لله بزيادة إن شاء الله. حنا أسسنا الحمد لله البط بأنواعه، عندنا البجع والبط، والحمد لله جبنا نوادر وجبنا فصائل ثانية نفس الحمام النوكوبار، سويليز، القلب النازف، وأنواع كثيرة من الحمام جبناها الحمد لله، وأنواع كثيرة أشكال جديدة والحمد لله، وكثرناها. كانت البداية طيور عادية، بعدين الحمد لله بلشنا فيها بأكثرها وجبنا النوادر وانشأناها بشكل صحيح والحمد لله. حاليا عندي اكثر من 250 نوع، منها البريه، منها البرمائيه، منها طيور الغابات، منها طيور نوادر. البريه وفرناها البيئه البريه لها، اللي بالصحراء هذه المهاجره وفرناها لها كل شيء،
من أكل من دواء من كل شيء. سبحان الله وفرناها كل شيء كثر ما تحتاج وفرناها بالبيئة مالتها، والبيئة الطيور النوادر اللي خارج الكويت وفرناها البيئة نفس بيئتها الموجودة فيها بالخارج. والحمد لله عندنا الصوان الأسود والصوان الأبيض بلاك نيك، وعندنا البط المهرج البط وحمام النكبار ونكب زورو وأنواع الحمام. موسم اللي يدش علينا موسم الصيف وشتاء شهر 9 وشهر 3 هي اللي تحصل شنو الطيور مشاكل لها أمراض، وهذا والجو له عامل كبير في الأمراض، يعني بيئتها غير بيئة الكويتية. والحمد لله وفرنا عندي صيدلية خاصة فيني أعطيها أدوية وهذا، واستشير بعض البيطريين فيها إذا شيء ما عرفت نفس التنفسي سبحان الله يتعب الطير نعطيها أدويته اللي عندي، والحمد لله مشت الأمورنا. إذن رجعنا السادة المشاهدين من بعد هذا التقرير، أرحب بكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا لمتابعة ما تبقى من الحلقة. ويسرنا الآن أن نتواصل عبر سكايب مع الدكتور علي النجادة المتحدث الرسمي في فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية، وراح يكون الحديث أكثر عن الفريق وحصوله على جائزة المنتجات الحرفية المتميزة. مساك الله بالخير دكتور، وحياك الله معنا ببرنامج مساء الخير كويت. مساكم الله بالخير، ونمسي أيضا على جميع المشاهدين، ونقول حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيك. الله يعيك. حياك الله معنا دكتور، كلمنا عن فكرة فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والهدف من تأسيسه. إن شاء الله. طبعا بالنسبة لهذا الفريق تأسس في 7/3 سنة 2016، والفريق هذا كل أعضائه من الشباب الكويتيين. طبعا احنا نقول الشياب والصغار والكبار كلهم شباب عندنا. لكم طولة الأمر. الله يحفظك، لأن قلبهم خضر، ومن كذي اللي قلبه خضر أنا أسميه شباب. هذا الفريق مهتم بثلاث أمور. الجانب الأولاني اللي هو التراث الكويتي، سواء التراث المادي أو التراث غير المادي. طبعا يقصد بالتراث المادي هو كل شيء ممكن تلمسه باليد، يعني أي قطع أثاث، جوازات، صور، أي منتجات منزلية غير منزلية، هذا الأثاث المادي، أما التراث المادي. أما غير المادي فهو مرتبط بالتاريخ، بالشعر، بالأمثال الشعبية، بجميع هذه الجوانب. وعندنا مجموعة من الشباب اللي هم الباحثين وأصحاب المتاحف. أيضا الجانب الآخر اللي هو مهتم بالحرف، وبالذات اللي هي الحرف التقليدية. وعندنا اللي هو الشريحة الثالثة أو المجموعة الثالثة اللي هي المبدعين الكويتيين، وهم جميع الشباب اللي عندهم القابلية والقدرة على الإبداع من خلال استخدام يا أما جوانب تراثية، مواضيع تراثية، أشياء تراثية، وتحويلها إلى أشياء مودرن مثل ما يقولون حديثة، ويستمرون في هذا العمل. طبعا بالنسبة للفريق من أهم أهدافه هو المحافظة أو المساهمة في المحافظة على التراث الكويتي وعلى الحرف التقليدية. والهدف الآخر هو أيضا تشجيع الشباب على الانخراط في الاهتمام بالتراث والحرف التقليدية. والأمر الثالث أيضا أن احنا نكون أيضا يعني خلنا نقول فريق تثقيفي تعليمي تربوي، بحيث أن احنا ننشر اللي هو هذا التراث ونجيب على أسئلة المهتمين في هذا المجال. وحقيقة عندنا العديد من يعني الناس اللي تواصلوا معنا، سواء من خلال المعارض اللي أقامها الفريق، أو حتى مثلا على سبيل المثال الآن عندي أنا عدد من
اللي هم طلبة الماجستير والدكتوراه اللي تواصلوا معي من عدد من الدول، في منهم من بريطانيا وفي منهم من مصر، وكانوا يسألون في قضايا تخص بالذات عندنا اللي هي حرفة السدو ونقوش السدو، هذا جانب اللي هو تراثي. طبعا في معارضنا ولله الحمد أقمنا أكثر من 150 تقريبا 140 معرض محلي، وشاركنا تقريبا في 10 معارض دولية، ومن خلال هذه المعارض استطعنا أن احنا ننشر جوانب كثيرة من التراث الكويتي. نعم دكتور، طبعا لا يكاد يخفى على أحد جهدكم الجبار في المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات اللي تسوونها ما بين فترة لفترة، وكذلك تكريمكم لمجموعة من شخصيات المجتمع الكويتي وإبراز دورهم. لكن هني السؤال الأهم دكتورنا العزيز، الرؤية اللي تطمحون لها كفريق واللي تسعون لتحقيقها في المستقبل وفي قادم الأيام، يا ريت لو تكلمنا عنها أكثر. والله إحنا نسعى لأن نكون إحنا متميزين أولا في عطائنا، ثانيا في إفادة المجتمع، ثالثا في أن إحنا نوجه الشباب للاستثمار في الجانب التراثي والحرفي. يعني عندنا رؤية الكويت 2035 اللي بدأت في عهد الشيخ المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والآن مستمرة في وجود نعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. هذه الرؤية 2035 احنا نريد ايضا نساهم في ان نترجمها ونجعل منها ايضا مجال للشباب حتى انهم يستفيدوا من التراث. طبعا البعض يظن ان التراث شيء ماضي وانتهى، لا، احنا عملنا الان ملتقيين للشباب سنة 2019 و2018، وكان التركيز في هذيلا على كيفية الاستثمار بمشاريع سواء فيما يخص ريادة الأعمال اللي هي التجارة المنزلية أو المشاريع الصغيرة وحتى ممكن تكون متوسطة في الجانب اللي هو الجانب الاستثماري للتراث وأيضا اللي هو الحرف والمنتجات الحرفية. فرؤيتنا إن شاء الله أن احنا نكون متميزين في هذا الجانب، وإحنا ولله الحمد يعني حسب علمي بأن احنا ربما نكون احنا الفريق الوحيد اللي موجود، فريق تطوعي ليس فقط على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي وإنما حتى على مستوى العالم العربي وربما أيضا على مستوى العالم، اللي يضم 150 عضو من 50 تخصص مختلف ما بين تخصصات اللي هي تراثية وحرفية وإبداعية، ويضمهم كلهم تحت مظلة واحدة. نعم. طيب دكتور علي، حصل الفريق مؤخر على جائزة المنتجات الحرفية المتميزة التي أنتجت أثناء فترة جائحة كورونا من المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسيفيك، كلمنا عن هذا الموضوع من فضلك. إن شاء الله. طبعا إقليم آسيا والباسيفيك أو اللي هي الدول اللي تقع في دائرة اللي هو المحيط الهادي اللي هو يسمونه الباسيفيك. هذا اللي هو الإقليم هو واحد من أعتقد 5 أقاليم للعالم اللي هي تحت مظلة المجلس العالمي للحرف. إحنا عندنا تحت إقليم آسيا والباسيفيك الفريق عضو في هذا التجمع العالمي، وطرح خلال فترة اللي هي من شهر مارس إلى شهر سبتمبر 2020 خلال فترة اللي هي جائحة كورونا، يعني الله إن شاء الله يرفعها ويكشفها عنا وعن الناس أجمعين، طرحت جائزة اللي هي التميز الحرفي لمن أنتج منتجات حرفية خلال هذه الفترة. طبعا المسابقة هذه كانت مفتوحة وشاركوا فيها مشاركين من 23 دولة في تقع في آسيا ومنطقة الباسيفيك، منهم طبعا ال 23 دولة تقدموا منهم 41 شخص ما بين رجل وامرأة بمنتجات حرفية مختلفة من الكويت، يعني بالضبط من فريق إكسبو 965 المعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، تقدموا 2 ولله الحمد، وأحدهم اللي هو الأخ علي محسن الجعفر حصل على جائزة للتميز الحرفي وحصل على شهادة تقديرية أيضا، والأخ يوسف عبد الله الفيلتشاوي حصل على شهادة. يوسف هو حرفي خراطة مسابيح، وعلي الجعفر له شغل في إغلافة السفن اللي هي الصغيرة. عدد المتقدمين للجائزة 100 اللي هو 41 متقدم، منهم 19 شخص فازوا بشهادة وجائزة،
وتقريبا 22 شخص حصلوا على شهادات تقديرية. وهذا طبعا ولله الحمد يعني فضل من الله سبحانه وتعالى أن نشارك في هذه المسابقة. نعم. وأن يرفع ذكر واسم وعلم دولة الكويت في مثل هذا التجمع العالمي. طيب طبعا لا يفوت يعني فيه. أنا دكتور ودي أنتقل لموضوع مهم جدا بالإضافة على اللي قاعد تفضل فيه، لأن المحور مهم وما أبي يعني نبتعد عنه. ودي أتكلم أكثر عن المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسيفيك وأهدافه أكثر حتى تكون واضحة للسادة المشاهدين. نعم، مثل ما قلت لكم هذا الإقليم هو يضم عدد كبير من الدول اللي تقع في قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادي. نعم. إندونيسيا، ماليزيا، اليابان، يعني هذه الدول. فهذا المجلس يعني ولله الحمد، وهذا شيء أيضا نفخر فيه في الكويت، أن خلال الثمان سنوات الماضية كانت ترأسها الدكتورة غادة حجاوي قدومي، جنسيتها كويتية، وهي أول عربية تمسك هذا المنصب ومسكته، وأيضا هي أول شخص يمسكه لمدة 8 سنوات. وإن شاء الله غدا هي أيضا مرشحة لأن تكون الرئيسة للمجلس العالمي للحرف بأكمله، ما شاء الله. يعني للريجنز كلهم. وهذا طبعا أيضا يعني شيء نفتخر أن تكون الكويت إن شاء الله يعني واحدة من بنات الكويت تكون هي رئيسة لمثل هذا التجمع العالمي. هذا التجمع مهتم أيضا في جانب كبير اللي هو اهتمامه منصب على الجانب الحرفي بالذات، اللي هو حماية وتطوير الحرف التقليدية في الدول اللي هي منضمة لعضويته. ففي كل ريجن أو في كل إقليم هناك يعني اهتمام بالحرف اللي موجودة داخل هذا الإقليم. فهناك الإقليم في أوروبا مهتم بالحرف اللي في أوروبا أو في الأمريكتين أو في أفريقيا، وإحنا هني مهتمين في آسيا وفي دول المحيط الهادي. طبعا من خلال هذا المجلس هناك العديد من الأعضاء اللي هم يعتبرون يعني يسمونهم ماستر أرتيزانز أو اللي هم أساتذة في الحرف، فهذه لا يشاركون بخبراتهم ويساعدون بعمل الكثير من الدورات التدريبية، وتقام أيضا سنويا العديد من المعارض تحت مظلة. طيب. هذا المجلس. نعم. تفضلي. طيب دكتور علي، الرسالة اللي تحبون أنكم أنتم توصلونها للمجتمع من خلال عملكم في هذا الفريق، وشنو عندك أيضا كلمة أخيرة من فضلك؟ الرسالة اللي أحب أوصلها أن التراث الكويتي والحرف التقليدية والإبداع هذه أمانة في أعناقنا، هذه تسلمناها من آبائنا ومن أجدادنا، ونريد أن ننقلها لأبنائنا ولأحفادنا. التراث هو هويتنا، ومثل ما يقولون اللي ما له أول ما له تالي، فمهم جدا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الاهتمام في هذا التراث لا نريد أن نهتم فيه فقط من الجانب النظري، نريد أيضا أن نستخدمه من الجانب العملي ونجعل أحد مصادر تنمية الاقتصاد الكويتي، وأيضا أن نجعل منه أحد الروافد اللي ممكن تصير يعني مجال للكثير من المشاريع سواء الشبابية أو غير الشبابية للجنسين، أولاد وبنات، رجال ونساء، أن تكون لهم فرص للاستثمار في هذا الجانب من خلال امتحانهم للكثير من الحرف. نعم. وأيضا من خلال استفادتهم من. نعم. الجانب التراثي. نعم، كل شكر وتقدير لك دكتور علي النجادة المتحدث الرسمي بفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية على هذه المشاركة، والشكر أيضا موصول للرجال اللي يعملون معاكم من مهنيين وحرفيين، وأيضا للأستاذ محمد كمال رئيس هذا الفريق على الجهود الجبارة اللي قاعد تبذلونها فقط لإبراز هذا الدور المهم في المجتمع الكويتي. راح أروح فاصل، نرجع نتواصل معاكم من جديد. We'll be right back.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ساهمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي في هذه الاحتفالية نظراً لانخراط العديد من هؤلاء الأشخاص في الأعمال التطوعية والمساعدات الخيرية والإنسانية واللي قدمتها الجمعية سيما أثناء جائحة كوفيد-19. وقد ظهر هذا الموضوع وهذا النوع من العمل المخلص لهؤلاء الشباب بصورة واضحة أثناء الجائحة. عموماً نتابع تقرير حول هذه المساهمة الفعالة للجمعية في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. في إطار جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تسعى دائماً لإبراز الوجه المشرق لدولة الكويت في مجالات العمل التطوعي والإنساني والخيري بالشراكة المتميزة مع مؤسسات الدولة، فسعت لرسم الفرحة والسرور على فلذات أكبادنا وهم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم الهدايا ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة التي عودتنا عليها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في كل عام. تحتفل دولة الكويت أسوة بباقي دول العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبهذه المناسبة أولت الهلال الأحمر الكويتي حرصها الشديد على الأسر المحتاجة الذي لديهم من أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك الهلال الأحمر الكويتي كل عام في هذه المناسبة يقدم بعض الهدايا للأسر المحتاجة من خلال توزيع تقريباً سلات غذائية وتوزيع أجهزة الضغط وأجهزة السكر والكراسي المتحركة لأبناء الأسر المحتاجة بدولة الكويت. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير ومستمرين معاكم ببرنامج مساء الخير الكويت. ودي أرجع إلى نقطة مهمة جدا آلاء، وإحنا اليوم قاعد نعيش فرحة العرس الديمقراطي، لكن نعم. ما نبي ننسى شيء مهم جدا بعد ظهور النتائج، وهو الاحترازات التي وضعت من قبل وزارة الصحة بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات من تباعد اجتماعي ولبس القفازات والكمام والابتعاد عن أي تجمع منعا لنقل العدوى. نعم أحمد، شوف أنا صراحة مستانسة وأعتقد وايد ناس مستانسين. لازم نستانس معك. أي كلنا إن شاء الله. الأرقام قاعدة تنزل. نعم. وهذا الشيء وايد حلو وبادئ ويعني بادرة لأيام جميلة جاية إن شاء الله بإذن الله بحيل الله وقوته إن شاء الله. أعتقد أن الرقم هذا من زمان إحنا ما شفناه. صحيح. وعلى الرغم من هذا الرقم، لكن إحنا مثل ما أنت قلت لابد إن إحنا نحافظ على القوانين اللي إحنا ماشيين عليها، اللي هي وصلتنا ترى لهذه المرحلة المتقدمة من الشفاء وعدد الإصابات اللي هو متدني نسبة بالأيام الماضية كانت. نعم. أرقام وايد تخوف. صحيح. طبعا يلفت الانتباه بعد آلاء نقطة مهمة جدا، أن عدد المساحات لو تلاحظين مقارنة بالإصابات نسبة الإصابة بدأت تقل بشكل ملحوظ، لكن هذا مو معناته أن احنا نتهاون. صح. شعارنا كان من البداية احنا ما نبي نهول، لكن بالمقابل ما نتهاون. صحيح. نعم أكيد أكيد. أيضا نشوف إحنا إجمالي الحالات في العناية المركزة 83، وهو عدد أيضا رقم يعني قليل مقارنة بالأيام اللي فاتت. لما نشوف عدد المسحات اللي هو 5783 مسحة ونشوف عدد الإصابات، راح تشوف إنه في تباين كبير. نعم. نسبة يعني نسبة وتناسب مثل ما قلنا. صحيح. نعم. صحيح. فالحمد لله والشكر رب العالمين، وإن شاء الله نتأمل إلى هذا اللون الأصفر في يوم من الأيام يكون زيرو إن شاء الله. إن شاء الله. ونعلم من هالبرنامج اللي مدى من بداية أزمة كوفيد-19 وهو يواكب الأحداث وينقل التوعية والرسائل والنصائح التي تنطلق من وزارة الصحة، يعني نعلنها رسميا أنها صارت صفر إن شاء الله. نعم نعم. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا لنهاية برنامجنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم من جديد. عين الله تحرسكم وترعاكم، وإلى اللقاء. على أمل أن نلتقي وياكم بحلقات جديدة تجمعنا من برنامج مساء الخير الكويت. إلى اللقاء.